رئيس جديد لكوبا ميغيل دياس كانال ينتخب خلفا لراول كاسترو الذي حكم البلاد لعقد من الزمن. انتخاب ميغيل دياس كانال من قبل الجمعية الوطنية أنهى حقبة حكم دامت 60 عاما للأخوين فيدال وراول كاسترو، لتكون كوبا حسب مراقبين أمام بداية عهد جديد ولكن بطعم الاستمرارية. فالرئيس المنتهية ولايته سيبقى على رأس الحزب الشيوعي الكوبي إلى غاية عام 2021. الرئيس الكوبي الجديد البالغ من العمر 58 عاماً، ورغم أنه يصنف في عداد التيار المعتدل ولا ينتمي إلى جيل الثورة الكوبية، إلا أن مواقفه تعكس حسب مراقبين تشدداً فيما يتعلق بتحرير الاقتصاد الكوبي الذي يعرف ركوداً وأزمة خانقة، بالإضافة إلى موقفه من العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب الذي يفرض حظراً يؤثر على تنمية كوبا. فهل سينجح الرئيس الجديد في إحداث تغييرات في الواقع الكوبي بما يتماشى وآمال الكوبيين؟